ليجعل الإدارات والمستثمرين أمام مسؤولياتهم. راه القانون، هذا القانون جاء بناء على ثغرات كبيرة كانت في القانون السابق، جاءت لملء كل الثغرات التي كانت في القانون السابق. وبالتالي كنشوف مثلا حتى التقييم نتاع الاستثمار يا وكاين 8 نتاع المراسيم التنفيذية، يعني هذا القانون الجديد جاب مراسيم تنفيذية ويفصل تفصيل دقيق في كل الأمور، حتى في المناطق، مد حتى البلديات، مد حتى ودار القطاعات، جاء إلي كومبلي. دونك إلي فوني بور ميتر لي زادمينستراسيون اي لي انفستيسور دوفون لا ريسبونسابيليتي، بيسكو يا لو سيستيم ديكلاراتيف، سادير كو خصا يسجل يديكلاري وهو اللي يتبع، وكيفاش يمدوا في مرحلة الاستغلال، وكيفاش يبدوا في مرحلة الاخر. دونك المستثمر الحقيقي الذين لهم مشروع باين متكامل في كل الامور نتاعه يجي للاستثمار. حنا المشكل وين راه دروك؟ المشكل راه بين القانون القديم والقانون الجديد. دروك اللي غادي يدخل في النظام الجديد، القانون الجديد كاين جاب المنصة الرقمية، المنصة الرقمية ما ميم با دو فيزافي افيك لادمينستراسيون. المنصة الرقمية إلا ان كونت يدخل ديريكتومون مع الـ مع الـ مع كيقول لها، باسكو يا لابي كي شونجي اللي تبدلت وجاي يوضح القانون بتوضيح يعني ممل، يعني فريمون دون لو ديتاي. دونك لونسيان 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 رانا في وين رانا؟ رانا بروبليم راه في لونسيان كود دانفستيسمون. دونك موا بيرسونيلمون يعني نمد اون ريكومونداسيون. La recommandation chérie, la recommandation c'est d'assainir tous les contentieux de l'ancien système, de l'ancien corps. Comment les assainir? Régler tous les problèmes, c'est-à-dire trouver des solutions dans le cadre de commissions ad hoc ou là, pour régler tous les problèmes, les machakels qui sont les plus importants. J'ai un exemple basique. J'ai lundi, elle annule une décision. Ou tu sais, l'administration fiscale. L'administration fiscale, elle va redresser et elle va rappeler la TVA, elle va rappeler tous les avantages fiscaux dont a bénéficié l'investisseur. Donc l'investisseur, j'ai un cas, il se retrouve avec 15 milliards, à payer 15 milliards à l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que l'administration thaïlandaise a annulé une décision. Comment elle a annulé une décision? Mais elle n'a pas répondu jusqu'à présent, l'administration thaïlandaise n'a pas répondu. L'administration fiscale, d'ailleurs je remercie l'administration fiscale et je